الحمد لله كي حسيت ولدي غيموت حسيت بان راه غنتنصر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بسم الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخوتي وحبابي. انا جيت فرحان اليوم باش غادي نوصل لكم هذه الاخبار هذه اللي هي مفرحه كيف ما فرحات الام ديال المرحوم الدكتور بادر. الامس راه تم الحكم على ولد الفشوش والعصابه ديالو بواحد الاحكام اللي هي قاسيه جدا، ماشي قاسيه بالنسبه لهم ولا هذا غير درس بالنسبه للناس اللي هي طاغيه كتعنى بان راه باه فلان ولا مو فلانه ولا عندهم الفلوس ولا لا. خوتي الحزاز راه كاين القانون خصوصا هاد الام هادي وهادشي اللي غادي تشوف وصرحات به راه الناس من بعد ما قتلوا ليها الابن ديالها في الباركينغ ديال مرجان امام اعين الكل حتى الناس اللي ما شافتش شافت الفيديو في الكاميرات ما جاوش عندها وطلبوا منها السماح ولا عطاوها شي فيديو وصبروها. لا هنا بقاو تيهددوها بداك الكلام الفارغ ديال اللي ما عنده سيد وعنده لله المحاكم نحن لها ما غتصوري والو. علاش؟ حيت السيد فايت قاتل وعنده القتل هادشي عادي. خليكم مع الام ديال دكتور بادر الله يرحمه. خدت حق ولدي اللي كانوا تيقولوا لي ما غتاخذش حقه كانوا تيخوفوني انه داو ذات نفوذ ولكن الله سبحانه وتعالى ما ضاع حق ولا طالب. كيف ما صرحت لكم اخوتي الامس راهم تحكموا بربعه بهم ولد الفشوش راه تحكم بالاعدام تحكموا عليه بالاعدام. الشخص الثاني اللي هو تيظهر في الكاميرا بادر مستلقي على الارض مضروب بما مشى ولد الفشوش انه يجيب السياره باش غادي يدهسو بان واحد الشخص كيقلب ليه في جيبو. هذاك الشخص راه خدا المؤبد اخوتي. كيبقى واحد الشخص الثالث هذا الشخص الثالث هذا رغم انه تم تخفيف عليه في الحكم الكون ديالو انه تعاون مع السلطات وهادي هو اللي عطى راس الخيط وشرح لهم كلشي ما نكرش خلاش ولد الفشوش في نراوغ جا رجل الامن الصراحه اشنو كاين اشنو كاين اشنو كاين هاد السيد الكون انه تساعد معاهم تم الحكم عليه ب 25 سنه. هنا تيبقى الشخص الرابع هاد الشخص الرابع اللي هو ما كانش معاهم هاد الشخص الرابع هو اللي كان اتصل بهم وقال لهم غير اجيو ولا اتصلوا به وقال لهم مرحبا بكم اجيو انا بامكاني انني نهربكم مرحبا بكم جايين عندك خطبوا الناس راه قاتلين من انت عارفهم انهم قاتلين تسطر شي عليهم باغي تهربهم يعني انت بامكانك انك دير اي حاجه اكثر من القتل. قتل عندك شي حاجه اللي هي عاديه تسطر شي عليه راه ماشي واحد جاي هربان على النفقه ولا كذا لا حق عاليه الناس جايه دايره واحد الجريمه اللي هي خبيته وبغى يستقبلهم وكثر من هادشي انه يساعدهم يخرجهم التراب الوطني. هاد السيد هذا خدا 5 سنوات رغم انا تيبان لي 5 سنوات راه كانوا يزيدوا على الصفر تولي 50 سنة حيت هاد السيد اخوتي راه كثار من ولد الفشوش والاتباع ديالو. شوفوا داكشي كامل اللي دارو هما تخلعوا وهربوا هو استقبلهم عنده عادي قال لهم اجيو ما كاين حتى شي لعبه هكذا. شوف هذا الشيء راه غادا اخوتي مع امالها. اما بالنسبه لولد الفشوش هي بجميع الجلسات جميع الجلسات ديالو اخوتي هي باي حاجه صرح ليه بها المحامي يقولها باش يزلق ما كلاتش ليه. اول حاجه كانت داعي بانه راه مختل عقليا ما كلاتش ليه. ثاني حاجه داعي بانه راه كان مخدر في اللحظه اللي قام بها بداك الشيء وما عقلش كانت احتيار ديال واحد النوع ديال المخدرات وهادي وهادي باش يحصل على واحد التخفيف وهادي شي هي ما كلاتش ليه. بزاف ديال الحوايج الناس ما والو راه خوتي راه دائما شوف دائما راه كاين كنقول لكم كاين واحد الانتقام الهي انتقام رباني سبحانه وتعالى راه تعيا ما دير وكدا وهادي وهادي راه غيجي واحد النهار اللي غادي تخلص. بالنسبه لهاد السيد اللي هو ولد الفشوش جريمه ديال بادر ماشي الاولى ديالو لا راه فايت ليه ديجا خوتي كان قاتل واحد السيد بنفس الطريقه اللي هي انه حتى هو دهسو طوموبيل وتحسبات غير اكسيدو عاديه. وشفتو مؤخرا راه كنخرج واحد الراجل عجوز شوف كدا تيصرح بانه داك الشي باني مسكين عامل كحارس عند الام ديال فلان ولد الفشوش صرح بان كيسال الفلوس طلب منا الفلوس قال لا عطيني فلوس راه ما عنديش باش نوكل ولادي هادي الى اخره. باش جاوبته هي
سير بعد مني، انا راه مابقى عندي والو، راه 500 مليون اللي كانت عندي راه فاريت على ولدي من بعد ما قتل واحد السيد. هذا تصريح هو خطير اللي ساعد في اثبات بان راه فعلا داك السيد راه شنو واقع وشنو واقع وشنو واقع. مهم خوتي، راه لي كل ظالمين ظالمين، الظلم راه ربي حرمو على نفسه. او الناس اللي كتقول لي حكا راه عنده عنده الفلوس، راه غادي يدير، راه غادي يعيش، راه كدا، راه هادي. هنا الفلوس راه ماشي تنفعش اخوتي، انا تنهضر معكم هو دابا راه داخل السجن. السجن ما تبغيش العدوك، انت محكوم بالاعدام. المغرب ما كيطبقوش فيه الاعدام، يعني الا ضربتي، الا شافوا من حالك ولا شي حاجه تشي راه باين، الا شافوا من حالك من بعد ما كتكون عندك انت ديسيبلين، ما كتبدا صداع على والو، كيتحول لك المحدد. محدد شنو هو؟ الاعدام تيتحول للمؤبد، من بعد تيتحول المحدد. محدد شنو هو؟ هو 30 عام. يعني نتوما تشوفوا السيد شحال في عمره، كاع تكون 26 27 30 عام، شحال تولي عندك 56. هاد 30 عام اللي غادي يدوز داخل السجن يكونوا اكيدين اي شخص باش تعرف المفهوم ديال السجن، نراك ما غاتستافد منه والو، غير غادي يوقع لك شي حوايج اللي هما خايبين، هادو ما نحيدهمش لك الطبيب. فلوس راه ما غتنفعكش، واخا يكون عندك بير ديال الفلوس، السيد ما غاديش يبقى في عكاش لا هو الاصدقاء ديالو. هنا ولاو في واحد الحكم اللي هو ما يقدرش يقبل عليهم غير سنترال. سنترال كيف ما كتعرفوا اخوتي هي مقبره ديال الشهداء، مقبره ديال الاحياء، انت حي ومدفون فيها، قوي شي ياكل الضعيف. كتهضر مع شي واحد السلام شحال محكوم، يقول لك جموع اعدامات ومؤبد و 30 عام. حللها انت، الا كان دابا ولد فشوش محكوم غير باعدام راه غيدو واحد البصل اللي فيها الناس مشكل. هنا راه كاع اللي قصين كلاشو نعجب في الجبل غتحطو في دار الطباخ، كيف ما حقر فلان وحقر فلان وحقر فلان، ضروري ما كتجي واحد الوقيته اللي هي انسان تيخلص. باش نهضر معاكم اخوتي، كيف ما كانت الاحوال حاول بما امكن انك ما عمرك تعدى على شي شخص، ما عمرك ظلمو حتى خطأتي في حق شي واحد، راه عندك واحد فينا واحد الضمير احساس كتحس براسك بان راك ظلمتيه ولا حقرتيه، كتمشي كتطلب منه السماح. الضروري الا ما كانش فيك هاد الاحساس تعرف راسك راك ماشي بشر. المهم حنا فرحانين بزاف الام والاب ديال الدكتور بدر والاخت ديالو الدكتور بدر رحمه الله، حيت شفت الفيديوهات ديال الام ديالو فرحانه مسكينه، واخا الحكومه دار ما رجعش لها ولده، ولكن على الاقل ان حسات بان راه كاين قانون، كاين عداله، كاين مخزن، خداو لها حقها من بعد ما كانوا كيهددوها بان شوفي راه ما غتصوري والو كدا، حنا ولدك فاش نقتلنا بزاف فاش درنا كدا وهادي. السيد كيف ما كتعرفوا بادر ماشي شي واحد اللي عنده اخوتي صوابق ولا شي مجرم، لا واحد دكتور، ماشي دكتور طبيب، لا اخوتي دكتور، شاد دكتوره في واحد شنو نقول لكم في علم ديال الفلسفه ولا ما عرفت. المهم بحال هكا انا ما عارفش داكشي كامل، واحد السيد اللي كانت غادي تنفع منه البلاد، كان غادي في واحد الحفله هو والاصدقاء ديالو على اساس انه باش يمشيو، هذاك هو اخر نهار باش غيودعوا واحد جوج اصدقاء ديالهم يمشيو يكملوا الدراسه ديالهم خارج التراب الوطني. ماذا بيه حتى كيلتفت ولد الفشوش والاصدقاء ديالو كيتبسلوا على واحد الفتاه في الساحه ديال ماكدونالد، نتوما عارفين مغربي حر بنفسه، ضرباتو النفس ما عطاتوش خاطرو يشوف داك التصرف الخبيث. قول لهم خوتي حشومه عليكم انتوما التصرف، ديروا اختكم ديروا هكذا، الناس هذوك ماشي بشر، ماشي ديال هاد الهضره هادي. انت مالك بق طق يدهم تتسبقهم دو دو، الاخر مشى جاب الطوموبيل داز فيه بحال ما وقعت حتى شي حاجه، جاب الله هاد الجريمه هادي وقعت حدا واحد شنو نقول لكم واحد المتجر اللي هو عالمي ماكدونالد، اجنبي وعالمي اخوتي، الكاميرا ديالو اللي سجلات هادشي هذا. يعني ماشي كان بامكان ان انا نهضر معكم باش نكون معكم صريح، كان بامكان انك كان غير في شي بار عادي ديال شي واحد، او صريحين ديال شي واحد عادي، انا ما قصدتش شي حاجه ولا لا، انا تنبغي ما كاينش نضيعو نضربو الشمس بالغربال. هادشي هذا تيوقع شي يكون وقع هادشي هذا في شي بار ديال شي واحد ولا كدا ولا شنو نقول لكم ديال شي شخص اللي هو عادي ماشي ديال شركه اجنبيه ولا عنده كاميرا، كان بامكانه انه ولاد الفشوش يشريو حتى هو وتشم بحال داكشي كامل ويدعي بان الكاميرا راه خاسره ما سجلاش والو وهادي، ولكن باش نقول لكم ربي كبير، كاميرا ديال مرجان، تحيه كبيره مرجان، ما جات تباع ما جات تشرى،
حطات لهم تما داكشي كامر الواقع، حيت كتشوفوا شحال من حاجه كانت هكا وشويه ما كتبقاش. طن داكشي راه كان، اما دابا راه ما بقاش. راه اللي يدير شي لعبه ولا تقول لي انا حق با ولا كذا ولا هادي ولا الطن راه غندير غنفاريها ولا غير كذبوا عليك ودمو يمشي. كانت الغفله فعلا، كانت الناس كتفاريها تدير كذا، لكن دابا كلشي تورق ولا باين، كلشي تحدى. هذاك اللي غادي يشد من عندك يفاريها غتلقاه معاك حتى هوايا، يعني بلا ما يبقى يكذب عليك شي واحد. ولا كان شي داك شي واحد يقول لك انا حق ندير لك ولا كذا ولا ادعيه وما تخافش. وكاينين حنا عندنا واحد الحاجه اللي ما كتوفر في حتى شي في شي امه، حنا هي الامه ديال محمد صلى الله عليه وسلم. ضربنا النفس على بعضياتنا كنسمعوا شي حاجه بحال هكا كنا بحال اللي وقع مع بادار والعدد ديال الناس القديم، الشعب متضامن معاه وصوت واحد وكلهم دمعه وحده، كلهم احساس واحد، كلهم باغين هدف واحد وهو ان يتخذ الحق لذاك الشخص. وهذا الشيء هذا راه نعمه من عند الله سبحانه وتعالى. مهم، بما ان اخوتي القصه ديال المرحوم بدر الدكتور قصيره وكانت غير باش نوصل لكم هذا الخبر ديالو، حيت بزاف ديال الناس نهار حكيت على القصه ديالو كيفاش شوف وادي لقى اقبال اعجاب ديال بزاف الناس، وكيف قلت لكم حتى هما ضرباتهم النفس على بدر الله يرحمه، وبقاو ديما تيكتبوا لي في التعاليق عبد الرحمن فين وصلت القضيه ديال ولد الفشوش، فين وصلت القضيه ديال ولد الفشوش. هذا الشيء هذا هو اللي خلاني اليوم نسجل لكم هذه القصه ديال بدر ولد الفشوش الله يرحمه، بدر الدكتور الله يرحمه. نقول لكم واش وقع، واش وقع، وبشحال تحكموا الناس، وشحال خداو، وشحال خداو. ولكن ما غاديش نكتفيو بهذه القصه هذه، لا غادي نزيدكم واحد القصه واحده اخرى اخوتي، اللي هي متشابهه متغيره في بزاف الحوايج، ولكن غير متشابهه في هذا الشيء هذا اللي وقع مع ولد الفشوش. خصوصا انني كنت حاضر، ماشي الجريمه لا، كنت حاضر في نفس الغرفه جمعني انا وهذا السيد اللي دار هذا الشيء هذا، هو دابا راه الله يرحمه. المهم الناس اللي دار شي حاجه على شي طرحه من ربي غادي يرحمه، ما داش راه ربي هو اللي تيقرر، حنا راه عبد غير سبب. هاد السيد هذا خوتي هما عائله معروفين، هاد العائله هادو كيما صوا واحد العمل ابا عن جد، مما هادشي كيدل على انه حبه فلوس موجوده. هاد العمل هذا معروف، لا نذكرو غادي الناس بحال حنا ديما تنحاول نتفادى بزاف د الحوايج. المهم نمشيو للمهم، هنا واحد من هاد العائله هادي خو من داك الخوت عنده واحد الوليدات، هو الكبير فيهم، عنده واحد الوليدات ولد من داك الولاد ديالو، عرفتي سبحان الله الشبه ديالو. شي الا كنتو مفرجين في فركوس موسم المشاوشه، شي فركوس مصلعين ليه وديري لي ديك اللعيبه وكذا في الكحل، فركوس في الكحل نهضر معاكم اخوتي. الشبه ديالو عاد عنده واحد في الجنايه في الجا كبيره. الدري هذا ما عرفتش كيفاش داير العقليه ديالو، مفوش مفشش بزاف ولا مزيد فيه ولا واش حمق ما سطاني انايا. شادي وقع ليه ما خاصو حتى شي خير، العائله ديالو راه بخير اخوتي. هاد الوقت اللي غادي نهضروا عليها انايا، الناس الا عندك غير موتور داك تشوف تعقلوا على داك الموتور سكوتراش ديال الحاج جابر ما عرفتش يقولوا لهم هذاك سميتهم داك الميطرات راه انت ما عرفت شنو الشاروخان تا يدور كدا. هو كان عنده شوه من دوك الناس ديال المطار وهادي تا يدور، يعني ما خاصه حتى شي خير. عنده بقيعه ديالو باني فيها كلشي، ما خاصه حتى شي حاجه قلت لكم. تيجي يقصر فيها رغم انه تيسكن في بلاصه في المدينه، تيجي لداك البلاصه تيقصر فيها بعيد. هنا واحد النهار يطلبوا واحد الصديق ديالو، فين اخويا حمو بخير كدا هادي طن كدا، انت الخطيبه ديالي راه عندها العيد ميلاد وبغيت نديرو عندها نحتفل انا وياها هكذا طن نخشيو العيد ميلاد في عيد ميلاد، ودير معنا زوين بداك الفيرما الخاويه عندكم تما وهادي. الا طلبتيها الموجود انا غنمشي معاكم ونحتفلوا مدام ديال خويا الصغير وهادي. مشاو اخوتي دخلوا، هادشي اللي تحكي ليا هادشي اللي كتسمعوا راه حكى ليا السيد قبل ما يتوفى اللي كان معنا داخل السجن. شوفوا شحال ديال الحكام غي ياخذ وشنو غادي يدير. شاو قلت لكم لاباس عليه كلشي حتى الروح، الروح راه عزيزه عند الله وبلا كلشي. الدور المراه قلت لكم كيف ما كان بلا ما يكون روح غادي تخلص تخلص. لما كنفضل اني نبات مظلوم وما نباتش ظالم، فهمتوا كيفاش؟ نعس وانا مظلوم هانيه وما نعش وانا اللي ظالم. هاد السيد صافي عرض على صاحبه، هو تيقول انه في الاول عرض عليه من قلبه ما كان ناوي حتى شي حاجه، ولكن ما حطوا الخمر جلسوا تيشربوا معاهم غير البنت وحده اللي كيدعي ان صاحبه راه خطيبته.
وطيبين راك ما عارفين جالسين كذا هذه طيب طويجين ولا قويميله ولا الله اعلم داكشي اللي كان تيطيبو ولا شوايه قنيه مش دبر راسو. واحد الساعه راك كتعرفوا المساله دي راه حتى بزاف ديال الناس ماشي كتر من شي نوع ديال القرطوبي ولا الشراب ولا كذا كيبغي يدير شي حوايج اللي هو كي عند باله راه ما عايقينش بيه الناس، ولكن انت راك كتشوفوا بان داك السيد راه باين بحال ماشي شي يوقف عليك شي واحد ودحوم تيك مقرقاب، انت حاط التليفون وباكي تلقارو شي لعبه تيهزك قدامك وتيخبيها وتيبقى يحلف لك بالله والله ما شفتيه وانت راه شفتيه هو تتخيل راسو راك ما شفتيش ولا غينسيك داك القرقوبي ولا داك المرحله اللي كوصل لها ديال التخدير كتسهل عليه داك الشيء هي اللي كتخليهم يديروا هاد الحوايج. باش نقول لكم كاين محسن انك خلاها الصديق ديالي المهدي لونطريمون والصلاة والكاراتي اخوتي الصلاة والكاراتي والعلف تهلاو في والديكم وقراو قرايتكم شي حاجه وحده اخرى راه والو. السيد كيشوفوا في شافوا في الاول راه كاين الخبز ورا الطاجين تيطيب ناض هو هز الخبز قدامو وخباه ويقول السيد هاو تجيب الخبز ما كاينش. هنا الاخر كان يصرف فعلا غادي يمشي يخرج يجيب الخبز يقول لي نسو عبد الرحمن هما غير فيرما واش من خبز السيد ما عنده قلت لكم ما ناقصو حتى شي خير عنده موطور سير حتى الفيراج فلان فلاني وتما وشوف الخبز واجي تبتو الا غادي يمشي ماشي يجيب الخبز فهاديك المرحله اللي غادي يمشي يجيب الخبز غادي يلقى الاخر كلا طاجين والخبز وصاحبتو وكلشي خطيبتو كدا لقى تكرفس عليها فهمتوني اخوتي. يجي الدري ما جيب لا خبز لا والو اخويا انت شحال قبل صيفطتيني عرقتيني انا ندخل ندوش الخبز ما لقيت هنا لا خبز اللي يديك اللي يخليك. البنت غير ساكته شولو يلا نمشيو لا مالك ريح الدري ما بغاش يمشي باغي حتى هو حتى داك الشخص باين باغي انه غير حتى هو يقضي حاجته ولا جلسي بلاتي شنو كاين الاخر اللي عطا قدا خرج خلاه هو وياه شي هضر هو وياه شنو واقع شنو كدا طن طن قالت ليه عاود اش واقع اش واقع تصدم مشى عند الاخر قولو شاد الفعل درتي ديال كدا ماشي انت ماشي راجل انت كدا تقش فيك وهادي ولكن شاد دير منك ليها غتمشي ديك لاريبيك وهادي هم قال لي منك ليها اخوتي غتمشي ديك لاريبيك خاف في ديك اللحظه بعد ما عرفش انسان راه ماشي عاودش لك كلشي صافي قال لك خاف ولا يديكلاري وهي اللي غديكلاري ولكن علاش قتلو هو ضربو قال لك ضربو ضربو وحده ضربو وحده قتلو ضربو وحده اخوتي قتلو. شنو قال البنت قال شوفي هو السيد راه مات انا وياك داكشي اللي عطا الله عطاه حنا ولنا في القتل تجمعي حوايجك وتجمعي العيبات ديالك وسيري في حالاتك انت ما كنتيش معانا كنت غير انا وياه دابزنا السيد راه مات فعلا هادشي هذا قبل ما يجيو دارهم وكذا وهادي جاو والديه حتى هما بغا يجمع ويطوي معاهم قال لهم حقا راه كنت انا وياه كذا قال واش كنتي انت وياه انا محطوطين ثلاثه ديال العيبات كيسان كذا طم اي حاجه من ثلاثه نتوما كنتو ثلاثه المهم راكم عارفين بحال الوالد يدير ولد فشوش الانسان تيفكر تيحلل كذا ما على بالوش وانا الروح هذيك عزه عند الله اش غير يلقاو لها حل شوف حيد داكشي خليه هو جوج من الحاجه وكذا وهادي داكشي تلعب كامل تلعب فيه مسرح الجريمة تلعب فيه كامل بعد ما داك الوقيته كانوا فعلا شي ناس اخوتي اللي الله يسمح لهم راه لا ما سمحش لهم داك الانسان اللي ظلمو راه ربي ما يشوفش فيهم كان البيع والشراء فعلا داكشي ديال القديم اخوتي ماشي دابا انا ما باغيش نتشد داكشي قديم كان البيع والشراء في المحاكم وكدا وهادي ودفع طوال كدا دابا القضيه تزيرات ولا تليفون مراقب صفر سته الو تبغي غير والو انسان يبغي يشد ما يقدرش فهمتوني يعني الوقت تزيرات اخويا مابقاش كذب عليك شويه يقولك انا حقا كدا طن راكم كتشوفوهم الناس عندهم ما عرفت شنو واش كاين شي واحد فهادوك اللي طاب مخطرات وكدا وديك شرم الرماش والديب وزيد وزيد في والو انا باش نزيد نقول لكم اخوتي علاش ما يشريوش دابا الحبس ديالو غير الرماش علاش ما يشريش الحبس ديالو ويخرج وكدا حيت مابقاش الناس اللي غتشد من عنده كلشي تزيرات الناس ولات متبوعه. هاد السيد هاد الشيء اش كنقول لكم هادشي راه شحال هادي هاد السيد اخوتي فعلا عيطوا على رجال ديال الدارك اللي شابعين ديك القبيله طن طن تفاهم معاهم الاب ديالو شنو كاين شنو كاين الدري وصاحبو طن دابزو سكرو من هنا ما تفاهم مالهم هادي وكثر من هادشي عاوتاني داز واحد المحامي المحامي شاف ليه مع واحد الرئيس الرئيس تفاهم معاه قالو انت غادي نعطيك غير 6 سنين
فعلا الدري خدا 6 سنين، انا من غادي ياخد 6 سنين؟ تخيلوا معايا هادشي اللي تيحمق، انه هو معانا في البيش باش يدوز غير تواخر ويقول لنا انا غناخد 6 سنين فراس المضافه فراس الدري في كلشي، وانا غناخد 6 سنين 6 سنين. وفعلا تحكم وياخد 6 سنين، وقال لي عاوتاني في السيناف غادي نبقى تعيد، وفي السيناف بقى تعيد، في السيناف بقى تعيد ما حيدوا لي حتى شي حاجه. وديك الوقيته يلاه بان في السيناف في الجنايات راه ما كانش، انت الا تحكمتي صافي تدوز وصافي يلاه. بان داكشي علاش كانت القضيه مزيره وداو بقى تعيد. هنا اخوتي سيد دوز حبسو ما ناقصو حتى شي خير، والديك مالين فيه طن كدا تيجيبوا لي كلشي قبل ما يخرج. دوز ديك 6 سنوات توفات ليه الام ديالو، بقى غير الاب ديالو هو اللي بقى. خرج خرج هو على اساس يقول راه غيخرج يمشي يكمل العمل ديالو مع دوك الناس وكذا، وهادي وما غادي يبقى يدير حتى شي حاجه. شنو غادي يوقع ليه اخوتي؟ طاغي راه ما تخرجش ليه طريفه، ما تخرجش ليه سالمه، ماشي طريفه. انا نهضر معاكم السيد البنت اللي عقلتو على اللي كنت معاه وسترها وكذا، وهادي النهار اللي تكرفس عليها البنت راه حملات منه ما طيحها، ما دارش داكشي اللي كيديروا بنات الحرام وكذا، طيحو ولا شي لعبه لا خلاتو رباتو دي ولدها. ما طراش الدور البنت كتعاود لصاحبتها انا راه شنو وقع ليا وشنو وقع لي صاحبتها، تعاود الاخرى تعاود السيد عارفين ولا باس عليهم. الناس راه تمشي تقول لهم هاد الخبار هذا غير ولدكم باغا غير مسيريط، خرج من الحبس عارف بان راه عنده ولد، هو عنده ولد بحال عنده ولد معقنيه غيمشي غادي يحيدو لها وخلى امو تمشي في حالاتها. مشى فعلا حيدو ليها، لا جيتي تشوف راه ولد كيشبال الاب ديال شي ولد، الولد ما ماتش كتلقى بان الاب كيشبال الدري، شدك الدري خوتي داه الاب ديالو. الاب ديالو شنو قال ليه؟ ربما داز داك الوقت قال له انت ولدي اليوم غدني وغدا الاخر نزيد تستر داك البنت اللي عطا الله عطاه وادي ولي طيح على هاد الفكره هادي. فعلا غادي تزوج بها باش يسترها وادي على قبل داك الوليد، غادي تبقى معاهم تما كاين شي غادي توفى لي الاب ديالو حتى هو غادي توفى. اما الجوج اخوتي اللي كانوا كارين عليه عندهم الفلوس وكذا وهادي، بقى غير هو داك البنت الناس اللي تكرفص عليها. هنا الناس ديال حومتو راكم عارفين شي الهضره، وانت حكا طن فلان طن طن الهضره تاع الدور عاد هي هذيك عرفتي شنو راه قتل ليها راجلها وصاحبها ولا خطيبها وتزوج بها، ولكن طمع تيبقى انسان طامع. هاد السيد ما اكتفاش بهاد الشيء هذا كامل اخوتي، واحد النهار عينو زايغه يمشي عند واحد صاحبو ولا شي يمشي يجي ولا يبغي يشوف. المهم دخلتي واحد الدار بغا يدور لك الاخت ديالك شبكات تما كاينه دابز معاه، قلت لكم هو عقلو وصحيح تبارك الله بغاو يدوروه بزاف كيف هي غير بالحجر، حجره هو اللي ضربك حجره بحال ضربك مدفع بحال سيفطاش اسرائيل مدفع صحيح تبارك الله خوتي. فعلا ضرب السيد بحجره ضربه ديال خطأ، هذه فعلا ضربات خطأ غير بحجره، ما ناويش يقتل ما ناويش يقتل غير بحجره، بغى يدافع على راسو ماشي بحال المره الاولى، ربما كانش عنده النيه باش يديروا فاروا عليه دارهم. هذيك بنت الناس هي والولد، الولد اخوتي راه ولا بسميتو ولا كلشي ديالو، ديك بنت الناس حتى هي كلشي ديالها راه ولدها هذاك. علاش داك السيد من ضرب حجره غيتعتقل غادي يمشي مرة الثانية انت غتقتل الاولى نقولوا سيدي ما ناويش، ولكن الثانية هي ما ناويش رغم ان الثانية راه ما ناويش، باهم اللي كانوا تيكالوا عليه ان لله وانا اليه راجعون، خصهم هما اللي كانوا عليهم راهم في التراب الله يرحمهم. غادي ياخذ 30 عام، غادي ياخذ اخوتي 30 عام 30 عام هو خوتو. شوفوا داكشي راه كاين كاش نقول لكم ديما كاين واحد الانتقام سبحان الله ديال ربي سبحانه وتعالى احسن من ديال البشر. انا في 30 عام من خدا هو الحبس السينه فتبات بقات تما كاينه في الحبس، المرة ديالو لقات واحد المشاكل مع خوتو كدا وفي داكشي والوالد وهادي، شنو خصو يدير؟ هو خصو يكتب ليها وكاله باش هي تصرف في كلشي، يعطيها الحق دير اي حاجه. وفعلا ولا كلشي ديالها حتى ضربات شي شهر 5 سنين كاين واحد الحاجه
شتي موت بلا انسان اخوتي شتي بزاف هنايا عندكم شتي بلا دمشي موت بالفقصه والله حتى شي موت بلا دم بالفقصه تبقى موت جالس دير ايه واش دير مالو لقى طق لي شي عرق في راسو تبوش على شي عرق دار مالو كان يفكر بزاف الهم ها جالس وش هاد القلب وش هاد الخاطر وش هاد الخاطر تبوش على عرق مشى موش على الغفله تش مش هادشي ما يديك ما يخليك سير تحاسب داكشي اللي درتي كامل المره الاولى فاش يلا دخل فاش دخل عندنا في البيبي اخوتي تنشوف ديك اللحظه عندنا ربع عشان نرد السين كيفاش كان داك السيد انه شي تباع شي دور وكذا ولاد حومه شي ما تقول لك اه كذا عرفتي شنو راه عندهم كذا والزيار متفق كاملين واكلين معاه وعنده ما سوقش بانه راه قتل ولا داير ما عرفش وين راه الروح عزيزه عند الله راه خصك مشكل العكس دوزك 6 سنين عاديه وتيضحك بحال ما وقع حتى شي حاجه تخرج وقع اللي وقع وربي ديما تيدير السبب كما تيجيب تعرف شنو وقع لذاك السيد ديك خونا في الله اللي كذا طن طن كذا شي عاود يخرج كيجيبو النيشان يقتل شي عاود يجيبو تما نيشان يتحكم ياخذ 30 تيتهز ترونسفير سنترال كتولي تشوف تيجيب لك باش تشوف تشوف كي كانوا كي ولا المره الثانيه اللي جابوه 30 ولا دير بحال الحمق اخوتي ماشي بحال الحمق الحمق احسن منه اه حال فمو عقلو ما كاينش مبقاش داكشي دور في الكروه واش دبر على المضافة على الله غير تجي عندو مرتو تجيب له ما ياكل مرتو شي كتقول له حكا راه وخوتك الدوليه ما عطاونيش خوتك كدا خوتك خوتو حتى هما باقيين طايفين مع القبيله اللي قتل لهم خوهم داك الدري ما خلاهاش الشام مزيانه ولاو باغيين غير يبيعو ويحيدو من داك البلاصه يعني انا دائما راه لي كل ظالمين نهايته راه ما كاينش شي واحد اخوتي اللي هو مطفر يقول لكم انا حكا هكذا ورد غير السين تشوف بزاف ديال الناس كيقولوا مثلا ودحوم تاك شي حاجه هادي شوف شنو كاين النهايه ديالهم كي دايره ديال دوك الناس اللي هو مثلا كانت الام ديالو الاب ديالو كيديروا كدا وادي وادي وداروا الفلوس وماتوا خلاو داكشي الابناء ديالهم ابناء ديالهم باعوا كلشي حلق دلك ولا كيديروا بحال الحماق دائما النهايه اخوتي كتكون ماشي لا يحمد عقبها داكشي علاش نقول لكم دائما الحلال تيعيش والحرام تيريش لما يقعد كيتبع عليكم شي واحد يقول لكم انا حكا كدا هادي خصوصا انه الظلم الظلم راه ربي حرمو على نفسه هادشي باش يقولك انا بنادم انا حكا راه كنت كنضرب هذا واعر وكدا وماشي ديري كدا من تا كنتي كضرب وتا دير يعني كتظلم كتعدى حكار ماشي راجل باش غتكون عندك نتا وكدا ودرتي وفعلتي ودرتي وفعال من هنا ومن هنا يعني نتا راك ماشي ماكتا مالك حنا كنعرفو ربي سبحانه وتعالى واش ياخذ حق البنادم ماشي البشر البشر تيقول لك لا الحق انا كنضرب غير الحقارات ندير كذا هذاك عرفو غير لاقي ديك الكلمه كوسيله باش يبرر ديك الافعال الخبيثه ديالو اما انا خوتي دائما تنبغي نقول لكم انا البطل فعلا باش نعرفو انايا وديما تنقول لكم في اي قصه راه هو اللي ما تيديرش علاش انه يمشي للحبس هو اللي كيجيبها بكشافو وعايش بخير لا تابع لا متبوع فهمتيني ما كيهزلا جنوي لا يديك لا يخليك صلاتو لونطريمه ديالو بخير مهني الحبس ما عنده ما يدير به الحبس دار غير الناس اللي هي اللي ما عندهاش النفس ما احتراماتش الناس اللي هي مشات ليه ظلما ولا باطل ولا على حقها ولا كتب عليها مره واحده اما باش تجي تقول لنا حكا راني كنت كندير وكنفعل وكذا لا غير انتظر اخي هناك نهايه دائما كتقول واحد النهايه اللي هي تكون سبحان الله واضحه وضوح الشمس كنتمنى بما امكن انني نكون وصلت لكم الميساج اخوتي تحياتي لكم كاملين ما تنساوش واحد التعليق زوين جيم بارطاج كنشكركم بزاف 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 تحياتي لكم.